أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: كيف الجمع بين حديثي قوله صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، وقوله: إن العمل في آخر الزمان له مثل 50 من الصحابة؟ هذا من هذه الناحية، فضيلة من ناحية الغربة فقط، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان لهم قوة عندهم الأنصار والمهاجرون. أما هذا في آخر الزمان ما عنده أحد، الحالة يقارع الخطوب ويقارع الناس ويصبر، فهو من هذه الناحية أفضل، لكن الصحابة أفضل منه بنواح كثيرة. والفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضيلة العامة، فهو أفضل منهم في ناحية واحدة، وهم أفضل منه في نواح كثيرة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.